السلام عليكم. للمرة الثانية راح نشرح مرزمة الكالسيوم. المرة الأولى انلغت لأن الصوت كان مخربط عندنا، وهسه همين جربت الصوت وكانت عندي مشكلة إنه أنا أصلاً محاول المايك بالآيباد، شفت ما صور على السماعة، فمن دا صور قلت خل أختبر الصوت، واكتشفت إنه هم ماكو صوت، هم زين كان صورت وراحت علي. فهسه الفيديو أكيد، والسبلت اكو صوت خفيف مع العلم نصيته بس ما اقدر اطفيه، يعني بس تطفى الكهرباء واني نحس بالنوم بعد ما اقدر نام. فتحملوا بس هاي الوشوشة الخفيفة لان انا اصلا منصي. فراح نبدي بملزمة الكالسيوم مثل ما انتو طلبتوا، هنعيدها لان هو ناس طلبوها مني بالديل. الكالسيوم هوميو ستاسيس، يعني هوميو يعني مسكن، ستاسيس يعني تثبيت. فتثبيت المسكن بالنسبة للمحلول الالكتروليتي اللي يحتوي على الكالسيوم. بالبداية الكالسيوم موجود بالجسم بصيغتين، يا اما املاح الكالسيوم، طبعا هاي التأشيرات نسيت امسحها، هاي مال الشرح لأول مرة. فيوجد بالهارت تشو اللي هي مثلا البون والتيث، يحتوي على 99% كمركبات عضوية توجد بالعظام مسؤولة عن صلابة العظم. نلقاه وين؟ بالميلك. فلذلك ينصح الأطفال اللي هم في مقتبل العمر أن يشربون حليب، لأن أكو مقولة تقول أنه كمية الكالسيوم اللي تأخذها لحد عمر 25 هي راح تكون مخزون الكالسيوم إليك لبقية حياتك، يعني من حيث العظام. فأنت اللي تأخذ لحد 25 هو مثل البناء، بعد 25 راح تبدي أنت تستهلك بالكالسيوم اللي أنت عندك من هذا البناء. اللي أنا يهمني بالكالسيوم هو الأيونايزد كالسيوم، يعني الكالسيوم أيون. ليش؟ هنقول لك بالبلاد كوأجوليشن. إذا ترجع للفسلجة على ملازم التخثر راح تلاحظ أنه الكالسيوم موجود بأكثر من موقع بالتسلسل مال تكوين الخثرة الدموية. فبدون وجود الكالسيوم ما راح تتكون هاي الخثرة. فالكالسيوم يلعب دور مهم بالبلاد كواجوليشن، يشتغل كسكند ماسنجر والريليز الاكسوسايتوسيس. فور اكزامبل ذني، شلون يعني؟ مثلا انت عندنا للي يقرا وياي نيورو، احنا قلنا الكيميكال ترانسميتر مثلا على سبيل المثال شلون تدخل. احنا مو عندنا من هنا هذا البري سينابتيك، مو هناك قناة كالسيوم يدخل كالسيوم يحرك بروتين حركي يجي ياخذ الفيزيكال اللي هنا موجودة اللي تحتوي على الكيميكال ترانسميتر يثبتها، مو بروتين تثبيت هنا وتحطيم تتحطم فيطلع من هنا كيميكال ترانسميتر، ومن هنا اكو شنو ريسبتر ياخذها. ف اي عمليه تحتاج اكسوسايتوسيس بالجسم فهي عمليه تحتاج الى الكالسيوم ايون. لازم اكو بوابه للكالسيوم يدخل على مود تنتج عمليه الاكسوسايتوسيس. وهاي اعطيتك مثال انا على الكيميكال ترانسميتر ووضحناها لك بالنيرو يعني بالفسلجه، وهنا رسمت لك رسم توضيحي شلون تصير العملية. النيرف كلش مهم ايون الكالسيوم. ليش؟ عندنا يعني فورمولا اللي عندنا الاكسايتابيلتي تتناسب عكسيا مع الكالسيوم ايون. انتبه لا تقولي كالسيوم، غلط، كالسيوم ايون. احنا معينا بالكالسيوم، انا اللي يهمني ايون الكالسيوم اللي موجود بالجسم. يعني فلو قل عندي الكالسيوم راح يزيد عندي الاكسايتابيلتي، زاد عندي الكالسيوم تقل الاكسايتابيلتي، تناسب عكسي. كلكم تعرفون شنو تناسب عكسي. هيك نقطة همين مرشح انه تيجي بامتحان الفسلجة، لان احنا جابنا على الصوديوم بوقتها بالفصلي، فممكن انه يجيب على الكالسيوم. بالمصل، المصل عندنا الكونتراكشن. للي قاري مصل بالفسلجة خارج الملازمة، هو بملازمة ما اتذكر اذا كانت واضحة او لا، يعني انا الملازمة قراها على مود الامتحان فما اتذكرها كلش. عندنا ان يجي الكالسيوم شي يسوي؟ اكفى شي اسمه عندنا تروبونين، تروبونين من نوع سي موجود وين؟ بالعضلة. فمن يجي الكالسيوم يقعد بالتروبونين سي يجره
وش راح يعطيني؟ راح ان خيوط الاكتين والمايوسين تنشد، فيصير عندي كونتراكشن بالعضله. حلو، شوي حشرح هالمره اسرع، ذاك ذيك المره الفيديو صار وياي 50 دقيقة، فبلكت هذا شويه اقل، بس ما راح نفوت اي معلومه خاصه هاي اساسيات. يعني الكاردياك مصل، العضله القلبيه الرذمستي، اهم شيء احنا راح ناخذه بالمراحل المتقدمه عن المحلول الالكتروليتي اللي يحتوي على الايونات راح يهمني، لان انا مو بس الكالسيوم، بس لان اليوم موضوعي موضوع كالسيوم، فراح راح ياثر على الرذم مال الهارت. مثلا شلون تشوف الهارت يدق برذم معين 72 دقه يعني ضربه بالدقيقه، فالرذم مالته شلون يكون منتظم اللي هو هيج. فخل انا ما راح اشرح السي في اس، بس اكو نقطه مهمه سواء بالعملي او بالنظري. مثلا يقول لك الرذم، شنو يعني الرذم؟ ريجولار رذم يعني ريجولار هيج باور، هيج النبضات تجي. او مثلا يكون الريجولار، بس يكون ريجولار الريجولار يعني هو غير منتظم بانتظام، يعني مثلا دقتين ويوقف ودقتين وهم يوقف ودقتين هيج. او ممكن الريجولار الريجولار يعني مثلا دقه وهم ينتظم يوقف مده، مثلا مده هاي 3 ثواني، بعدين يدق 3 دقات، بعدين مثلا 10 او يرجع 3، وهذا الريجولار الريجولار. اكو معلومه مهمه كلش بالفسلجه، اللي هو ترى المغنيسيوم يمتلك نصف البوتنشل مال الكالسيوم، يعني علاقته بالاكسايتابيلتي المغنيسيوم اخو الكالسيوم. انتبه، المغنيسيوم اخو الكالسيوم، فاذا عندك نقصان بالكالسيوم ايضا راح تظهر عليك اعراض عصبيه، مو تصير عصبي لا، يعني اعراض عصبيه. بعد صرتوا دكاتره تعرفون شنو البلازما كالسيوم. الرقم اللي انا عندي اللي انت لازم تحفظه كطبيب 9 إلى 11 ملغرام، هذا الرقم بدقه. بوقتها انا مقريت على يعني هاي الورقه اصلا مع الدكتور ناجي الدايجرام، فيقول انه الدكاتره العرب يعني يركزون بالدقه حيث لا تنبغي الدقه، وعدم الدقه حيث تنبغي الدقه. فانتبه، هذا الرقم هو دقه حيث تنبغي الدقه، بس اسر راح نكتشف بالسلايدات الجايه انهم حاطين غير رقم، يعني رقم من 8 وعدد الى هيك شيء حسب ما اتذكر من صورت. المهم اللي انت تحطه ببالك هو مال ملزمة، هذا رقم عند الله كريم حفظه بعدين، لان انت من يجيك بالامتحان حيجيك ارقام ملزمة ما يجيك ارقام صحيحة. اني من 9 إلى 11 ملغرام بيرسنت، طبعا 50% من هاي 9 إلى 11 هل هي راح تكون ايونايزابل، متأينة ديفيوزابل، يعني قابل للانتشار. فشلون الفيسيولوجيكال كونديشن مالتها راح تكون اكتف، يعني هاي 50% هي هاي اللي تنتج هاي الوظائف من هذا الموجود بالبلازما. 50% ان ايونايزابل اللي هو الكالسيوم اللي موجود بالصيغة الحرة غير ايونية، فيسيولوجيكال اللي هو ان اكتف. 40% من هاي 50% راح تكون نون ديفيوزابل، راح تكون باوند تو البومين، فراح تشوفه يتاثر بالبروتينات. اذا الالبومين مثلا امراض الكبد تاثر على تكوين الالبومين، ف راح تلاحظ انه يعني البلازما بروتين، فراح تلاحظ انه يقل من يقل الالبومين. بس انتبه، مثلا اذا قل عندي الالبومين راح يقل فقط هاي 40%، بينما باقي الانواع ما تقل. بس خليها ببالك، الديفيوزابل والكالسيوم سولت اللي هي املاح الكالسيوم، هنا الفوسفيت اكو علاقه بين الكالسيوم والفوسفيت. انا اعتقد كتبت الفورميولا جوه، فمن نوصلها هنا راح نشرح، ان انا كاتبها بالشرح الاول. اني فانا عوامل خطر عندي اللي صار تيتاني اقل من 7 واكثر من 17، يصير عندي ميتاستاتيك كالسيفيكيشن اللي هو التكلس اللي زايد عن حده بالعظام، هاي ناخذ بدقه اكثر السنه الجايه باثولوجي. أنا شو وقت ليش يعني من أني جو وقالوا سووا كالسيوم تيست؟ ليش؟ أنا عندي حالات مثلاً بقى الكيدني ديزيز، يقول لك المونيتار الكرونيك رينال فيليور، يعني شلون واحد عنده مرض كلية يكون مزمن، هذا مرض الكلية يكون تدريجياً نحو الأسوأ. شلون راح نعرف؟ مثلاً إجاني محمد أحمد عبد الله كاظم مدري منو، المهم هذا إجاني بيشنت للكلينيك،
اجاني للعياده. فطلع اني شلون مثلا، هو مو هيك بالضبط بس انا بدي اشوفك الفكره. شفت له الكالسيوم، طلع فد رقم معين. اذا كان الكليه بدها تميل للأسوأ، تقوم الكليه بدل ما تسوي، الكليه طبعا وظيفتها الطبيعيه الفيزيولوجيكال كونديشن يسوي ري ابزوربشن للكالسيوم، واللي يطلع يطلع كميه قليله. اذا عندنا نشوف الكليه قامت تطلع كالسيوم وكل ما جالها تزيد، يعني الدمج اللي دي يصير عندي بالكدني دي يزداد كل ما جاله، او مثلا اريد اراقب هم ما حاطيها، بس يعني كفكر انا صار عندي كرونيك رينال فيليور وعندي نعطي علاج، اشوف انه هاي الاشياء اللي دا تطرحها الكليه وهي المفروض ما تطرحها، المفروض تسوي هاري ابزوربشن. اذا بهذا العلاج اذا بدت تقل شويه شويه، يعني العلاج دي يشتغل على المريض. اذا ما بدت تقل يعني هو الدمج نفسه وهذا العلاج ما دا يفيد ولازم نبدله. عندنا سيمتوم اوف هاي كالسيوم، ايش وقت يصير عندي هاي كالسيوم؟ مثلا الهاي كالسيوم مين شنو بالاكزايتابيلتي من ناحيه العضلات والنيرف، راح يصير عندي اذا هو هاي فراح يصير عندي ديكريز وين بالاكزايتابيلتي، ليش؟ قلنا التناسب عكسي. فاذا انا عندي فاتيج اند ويكنس ايضا، وهنا اكو يعني اعراض اخرى للهاي كالسيوم اللي هي اللوز اوف ابيتايت، الشهيه، يصير عندك كونستيبيشن، امساك، اللي يصير عنده ابدومينال بين طبيعي نتيجه الفاتيج، اليورينري فريكوانسي يصير عنده تكرار بعمليه التبول، انكريزد ثيرست راح يزداد عندك العطش من عندك هاي كالسيوم. سيمتوم اوف فيري لو كالسيوم، فيري لو كالسيوم مين هاي اكزايتابيلتي، فاكيد عند ابدومينال كرامبس، تشنجات عضليه، مصل كرامبس، اي ابدومينال كرامبس يعني مصل كرامبس، التينجلين اوف ذا فينجر عند ايضا. ممكن اني اشوف المال نيوتريشن، المال نيوتريشن مال يعني ديسوردر، نيوتريشن تغذيه يعني عنده خلل بالتغذيه. فمثلا اذا شفت واحد يعني الكالسيوم مالته قليل، فممكن انه ارجح هذا الشيء انه هو شخص نظام الدايت مالته ما يحتوي على الكالسيوم، يعني هو الانسان يحتاج الى فد كمية معينة من الكالسيوم، ما حافظاني ولا اكو حد حافظه مستحيل، لان هاي الارقام انت اذا تقعد تحفظ صوديوم وكالسيوم ها خبراء التغذية هم عندهم قوائم بهالشي وهم يحددون، احنا ما نحفظها، نحفظ بس الاشياء اللي تفيدنا بالتيست اللي هي بالاختبارات، اختبارات مو الامتحانات، اقصد التحاليل. فالمال نيوتريشن نحدد، ايفالويت الكالسيوم ميتابوليزم، اشوف انه ايضا الكالسيوم اقيمه، مثلا منو عندي اني، مثل ما نعرف احنا الباراثايرويد هرمون شنو وظيفته؟ هو هرمون رافع للكالسيوم خافض للفوسفيت، وهسه راح نوضح فد شيء وراح نلاحظ شنو الهايبر باراثايرويدزم اللي هي مرض التباع. ازم يعني مرض، باراثايرويد هي الغدة، هايبر يعني انكريز يعني مرض زيادة نشاط او فرط نشاط الغدة اللي هي جار الدرقية الباراثايرويد. تؤيد يهدف الى شنو؟ التشخيص. النيروماسكولار هاي اصلا قلناها فوق، نيروماسكولار، السكيليتال، الاندوكراين ديسوردر، الارذمية، احنا قلنا من المحاليل، بس هو طبعا مو وحدة الكالسيوم، يعني الكالسيوم مغنيسيوم والى اخره، يسوي لي اريثميا، البلاد كلاوتنج ديسفانكشن، احنا قلنا انه يدخل باكثر من موضع، بالبلاد كواجوليشن وبالاسيد بيس امبالانس، يعني الميزانيه مال الاسيد والبيس، عوامل القواعد الموجوده بالجسم. ايضا راح يكون عندي تو هيلب دايجنوز شنو اند ايفالويت ا نمبر اوف كونديشن اللي هي تكون راح تأثكت البون، الهارت، النيرف، الكدني، التيث، certain kind of cancer مثلا عندك البريست اللي هي سرطان الثدي، اللانج، الهيد اند نيك، الكدني، الملتبل مايلوما. الملتبل مايلوما هو نوع من الكانسر راح يصيب عندي منه البون مارو، يعني خليها ببالك مرة من المرات. هاي الدكتورة مال كيمياء هاي اللي اخذتنا البروتينات، جت قالت
أنا سألت أي واحد ملتب المايلوما وما حد عرف، هي أصلا ما سألت بجروبنا، لو سألت بجروبنا كان جاوبتها، بس كانت ما تتحكى. مرة أذكر واحد يسألها قالت لا أسألها شو مركب من الشباك. ما أدري الضحك كانت. المهم بعد ما شفناها الحمد لله، وحتى ملازمها ما دخلت، ملازمها أنا قاريها، ملازمها عبارة عن أتحداك تفهم، أنت جزء ما قاريها بس هي بعنوان أتحداك تفهم، يعني مستحيل تفهم. بقى عندنا هاي الفورمولا كلش رائعة، لازم أي واحد يعرفها، أي طبيب. عد الكالسيوم والفوسفيت يساوي الحاصل ضربهم يساوي مقدار ثابت يسمى بالسيليوبيليتي برودكت. سيليوبيليتي برودكت، هاي بكتي كنا كاتبيها، يعني هاي شاشة ما كاتبها، بس يعني أنتوا أي شيء أنا كاتبه على الملزمة أو صورة أنا ضايفة، يعني خذ سكرين ونضيفوها للملفات مالتكم. هاي خافت اللي تشوفها، يعني كلها أي. فتضرب الكالسيوم في البعض، فلو أنا عندي زيادة بالكالسيوم لازم يصير عندي نقصان بالفوسفيت، على مود شنو ما يحتاج لها ذكاء. تضربها عندي يصير عندي حاصل ضرب السيليبيليتي برودكت، يعني مقدار الزيادة هنا يقابلها مقدار نقصان. زين إذا صار عندي نقصان بالكالسيوم يقابلها نفس الزيادة بالفوسفيت. ما نريد نلح بالموضوع، بس على مود تعرف إنه الكالسيوم والفوسفيت متعاكسين، والدليل الآخر إنه الباراثيرويد هرمون يشتغل يكون العمل متعاكس على ذني الاثنين. كالسيوم absorption use excretion are regulated and stabilized by a feedback loop involving منو اللي راح يتحكم بهن؟ الباراثايرويد هرمون والفيتامين دي. الفيتامين دي طبعا يا هو منهن راح يكون الصيغة الفعالة من الفيتامين دي اللي تشتغل على الكلية 1.25 داي هيدروكسي كوليكال سيفارول. هاي الصيغة الفعالة اي واحد لازم يعرفها، اي طبيب يعرف الصيغة الفعالة لفيتامين دي 1.25 داي هيدروكسي كوليكال سيفارول. نورمال total أو الionized calcium result together with other normal laboratory result generally mean that a person's calcium metabolism is normal. يعني من أنت تسوي تحليل total calcium والionized calcium اثنين يطلعون صحيح، أكيد راح يطلع يعني هذا الشخص الكالسيوم metabolism مالته طبيعية. And blood level are being appropriately regulated، يعني راح تكون منظمة وبشكل يعني مثالي أو تمام. البلات كالسيوم ليفل not indicated level of bone calcium. البون كالسيوم احنا ما نقدر نقيسه عن طريق الدم، أو أصلا ما أدري إذا هو ينقاس أو لا. But rather how much calcium is circulating in the blood. يعني شوف هذا من أنا جاي أسوي تحليل، أطلب من بيشنت يسوي لي تحليل ما الدم يسحب منه كالسيوم، فهذا ال يعني هذا التيست راح يقول لي ايش قدك كالسيوم بالدم، بس ما راح يعطيني ايش قدك كالسيوم بالعظم مثلا. هاي يعني معلومة طريفة إنه تعرفها. عندنا العوامل اللي تتحكم بالأيونايست كالسيوم اللي هو الفري، طبعا تبت الفري ايونست كالسيوم. قلنا البلازما بيها 9 إلى 11 ملغرام بيرسنت، منها 50% من هاي 9 إلى 11 هي عبارة عن ايونيزابل ديفيوزابل اللي هي مور فانكشنين ان ذا بادي، وعرفنا شنو الوظائف اللي تسويها. amount of calcium بالدايت and absorb in the intestine. شوف شنو العوامل، انا شقد عندي كالسيوم دا اكله. زين اني باوع من اجي على الكالسيوم، انا عندي عاملين هنا انا بهاي النقطة، يقول لك انت الدايت مالتك بكالسيوم لو لا، بحليب مثلا لو لا، نقول بحليب. زين هذا دي يصير له دايجستشن عدل، وبعدين يصير له ابزوربشن بالانتيستن عدل، اذا فهنا انا هاي هي العوامل اللي تأثر لي على مستوى الكالسيوم الحر اللي هو يكون سيركوليتين ان ذا بلاد. شوف هنا عند سيرتن هرمون، هاي الهرمون انا كاتبهن شي يسوون، فانت من تقرا تخم اي هرمون تجي تقرا وما تعرف وش يسوي. المفروض انت باحث مثلي، واذا ما باحث هياتن قدامك تاخذ سكرين وتكتبها يمك. الاستروجين يزيد الكالسيوم، كالسيتونين كالسي بمعنى كالسيوم، تونين يعني يضعف، فيضعف الكالسيوم
mean what يعني هذا خافض للكالسيوم. اوكي الباراثايرويد هرمون اكيد والباراثايرويد هرمون ريليتد ببتايد اثنين رافعات للكالسيوم. الفيتامين دي منطقيا رافع للكالسيوم. الليفل اوف فوسفيت ان ذا بودي شوف ليش يعني الكالسيوم يتناسب عكسيا ويا من يتناسب عكسيا مثل ما تشوف ويا الفوسفيت. يعني ليش عندنا قلنا حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت يساوي مقدار ثابت يسمى بالسيلوبيلتي برودكت. قياس الايونايزد كالسيوم مرات يكون ضروري للاشخاص اللي يعانون من low level of the in the condition suffering from low level of ionized calcium as critically ill patient يعني who receiving the blood اسح احكي لك هاي النقطه transfusion او intravenous fluid احكي لك نقطتين هنا ill patient بس يعني كنوع من الترمينولوجي اللي موجود بس اشرح لك من نقول مثلا احمد السيك راح اتخيل انه احمد مثلا بانفلونزا احمد يعني بيفد مرض خفيف اي مرض خفيف من نقول احمد او احمد يعني مريض بمرض خطير مثلا على سبيل المثال يكون كانسر تايفويد يعني اشوف المرض خطير من نقول او يعني تتفاجئ انه هذا الشيء يعني او مو تتفاجئ يجي شعور نوع من الرعب بداخلك لأنه هذا مريض ممكن يموت بينما السك يعني مرض خفيف. هاي بس هيك معلومة عامة. بقى من أنا عندي مثلا هنا عندي حوض مال مي مثلا أو يعني أي شيء نحط بيه مي واجي أجيب هذا العصير اللي يصير عبارة عن بودرة واجي أحطه بمي كل ما كان المي قليل راح يكون مركز أكثر مو صحيح؟ إذا أنا جيت طيطة انترا فيو فينوس فلويد أو ترانسفيوجن هنا فمثلا راح يقل يصير عندي تخفيف بالدم فممكن يقل الكالسيوم. patient undergoing the major surgery بالسيرجري راح أفقد دم من أفقد دم يعني ممكن إنه أفقد circulating calcium اللي هو الأيون الحر من الكالسيوم free ionized calcium فهنا همين لازم انتبه وانطي كالسيوم سبليمنت. البيبل وذ بلاد بروتين ابنورمالتيز لايك اللو البومين من راح يتاثر عندي 40% اللي هي قلنا هاي وين تكون محموله على الالبومين فهاي اللي هي راح تتاثر فقط. النمنس اراوند ذا ماوث يصير عندي مثل التنمل حول الفم او بالهاند او الفيت المسل سبازم تشنجات ان ذا سيم اريا از وي سيد excitability تتناسب عكسيا مع الواحد على يعني الكالسيوم فممكن يصير عندي numbness او muscle spasm او cramps. المجر الكالسيوم الباراثايرويد بحوة ملزمة فاشلة تماما الغرض منها انه بس تمتحن وها هي فاشلة بس مضطرين نتحملهم. القياس الكالسيوم الباراثايرويد هرمون together can help determine شو حدد لي حدد هل الباراثايرويد جلاند تشتغل عدل او لا منطقي. ليش؟ لان يعني الباراثايرويد هرمون هو هرمون رافع للكالسيوم فاذا شفت انه الكالسيوم منخفض وهل شخص ما متعرض للسيرجري او اي شيء خليه يفقد دم يفقد كالسيوم او الدايت ما تزين فالباراثايرويد هرمون ما تشتغل عدل. واعتقد ان شرحت الباراثايرويد هسه بالسلايدات الجاية تشتغل عليه من بثلاث اتجاهات جوا هسه من راح نمشي بالسلايدات بالتصوير الاول شرحته. مجرين اليورين كالسيوم راح اقيس اني كالسيوم اللي موجود بالبول كان هيلب ان ديترمين وذر ذا كيدني ار اكسكريتين ذا بروبر اماونت اوف كالسيوم مثل ما قلنا المفروض الكلية سوي ري ابزوربشن باي ذا باراثايرويد هرمون افكت يعني عندنا أنا باراثايرويد هرمون افكت يشتغل علي من يشتغل عندي على الكلية ايضا فمن التيوبيول يسوي ري ابزوربشن فاحتفظ بالكالسيوم فاذا كو كالسيوم بالبول فاني ريفير تو دامج بالكدني وكل ما كان الكالسيوم اكثر كل ما كان الدمج اكثر.
تيستين فور وات؟ الفيتامين دي، الفوسفورس، المغنيسيوم. الفيتامين دي قلنا يرفع المغنيسيوم، يمتلك نصف البوتنشال الامكانيه مع الكالسيوم من حيث النيرف اكسايتابيلتي. الفوسفورس قلنا ان هو معاكس للكالسيوم من حيث يعني نسبه وجودها في الدم. كان هيلب ديترمين وذر اذر ديفيشنسيز اور اكسس اكزيست، يعني يحدد لي في حاله انه اكو نقص او زياده بالكالسيوم. اكو حالات واكو امراض ممكن انه تسوي الاضطراب او قله بالكالسيوم. ريجوليشن كان كوز الان ابروبريت اكيوت اور كرونيك اليفيشن اور ديكريز ان ليفل اند ليد تو سيمتوم اوف هايبر كالسيميا اور هايبوكالسيميا، يعني زياده بالكالسيوم بالدم او نقصان كالسيوم بالدم في بعض الامراض اللي تسوي اضطرابات بالكالسيوم. The more common causes of elevated total calcium الهايبركالسيميا. هنا شنو الهايبر باراثايرويديزم؟ قلنا مرض ارتفاع نشاط الباراثايرويد جلاند، يصير عندي مايلد هايبركالسيميا which is usually can be present for many years before being noticed. يعني انه هذا حتى يصير عندي فرط بالنشاط، الزيادة بالكالسيوم ممكن انه يعني many years، سنوات عديدة قبل انه اكتشف هذا الشيء. كانسر بالبون شو راح يسوي لي؟ The causes resorption of calcium or produce a hormone similar to parathyroid hormone. باو حس تقول شلون العظم ينتج parathyroid hormone؟ اقول لك ايه، كل الخلايا بالجسم اللي انا عندي هي ناتجة من خلية واحدة بس، انه هي ما تفرز هذا الهرمون لان هي مثبطة. يعني اني صح كونت عدة خلايا، بعدين يجي عندي يكون special function لكل خلية، فالخلايا يصير فشي اسمه التخصص بالخلايا. يعني اخذناه بيولوجي مرحلة اولى، للي كان يقرأ بيولوجي صح طبعا ما قليلين، فيصير عندي تخصص بالخلايا. هذا التخصص تقوم هاي الخلية ما تفرز هذا الهرمون، الخلايا محددة هي اللي تفرز هذا الهرمون. فإذا صار عندي كانسر وضرب البون ممكن أن ينتج عندي باراثايرويد هرمون، فيصير عندي ريزوربشن اوف كالسيوم، بس هذا يكون سيء للناتج من كانسر مو من هرمون. صحيح هو صح الباراثايرويد هم يسوي ريزوربشن اوف كالسيوم، بس حميد للناتج من هرمون منتظم يفرز بكميات منتظمة، مو كانسر. الكانسر ما يعرف ينطبر فارود هرمون كميات هائلة، فإي ممكن انه يصير عندي كانسر فد مكان. اسا ناخذها اعتقد بالباثولوجي او بالانترنال ميديسين ما ادري، المهم راح ناخذها اكيد انه هاي الخلية تقوم تفرز فد شيء هو ينفرز بغير مكان. الساركويتس اللي هو الانفلاميشن اوف ليمف نود اللانكس اللفر الاي السكين الاذر تشو تيوبركلوسيس السيل الملتيبل مايلوما قلنا سرطان العظم الباكيت ديزيز البادجت ديزيز البرولونجد immobilization of calcium excess vitamin D as we know and as we said the active form is 1.25 dihydroxy nanocosnian nacin dihydroxy colicalciferol وعندنا الثيازيد diuretics يعني مدررات البول فد عقار يكون مدرر بالبول. فهنا يقول لي يصير عندي elevated بالتوتال كالسيوم، وانا اقول لك ليش. شوف فلنفرض انه اكو بعلبة معينة من الكالسيوم مقدارها 5 ملي غرام واكو ما يفد 100 ملي متر ملي لتر ملي متر اوكي ملي لتر، فهاي الخمسة بمية تختلف لو قلنا انه اكو 5 في 10، يعني انا عندي كل ما فمن قل هنا الزيادة تعتبر شلون نقدر نقول كاذبة، هو ما صار زيادة بالكالسيوم بس نتيجة فقدان السوائل اللي هواية فنعتبر انه صارت زيادة. الليثيوم والتيموكسيفين يعني عقار يرفع لي من الكالسيوم. الكيدني ترانسبلانت اللي هي زراعة الكيدني او الرينال فيلجور الادوسون ديزيز الاتش اي في الهيومان اميونيتي ديفيشنسي فيروس اللي هو الايتس يعني فيروس نقص المناعة البشرية الباراثايرويد هرمون هاي بكتب كتبنا تم كتبوها تستفاد يعني من دا شرح المرة الأولى. فيشتغل على 3 مراحل، يشتغل على الكيدني والبون والانتستين. بالكيدني سوري absorption of calcium بالتيوبيول
بالبون يصير ريزوربشن بس طبيعي، مو نفس الريزوربشن اللي يصير بالكانسر. انتبه، بالانتيستين يصير اللي ابزوربشن. هاي الثلاث مواقع اللي طالع بالفسلجة هم استفاد من وظيفة الباراثايرويد هرمون، رافع للكالسيوم، خافض للفوسفيت. وقلنا ليش؟ قلنا لين حاس الضربون المفروض بالجسم يساوي ثابت. The most common، ده نحاول نشرح سريع بس شو همين الوقت دي يطير ما أدري ليش. The most common causes of، طبعا أني ضفت همين لأنه قلت أنا ضايف حعيد الشرح عيده، فضفت مسألة جتي بالفصل الأول همجس حطها بالقناة، وأعتقد أكو ناس دايخين شلون تنحل. مع العلم هي سهلة كلش، أكو طريقتين، طريقة التناسب وطريقة القانون، حنحلها بقانون يعني أسهل شيء. المهم الهايبوكالسيميا لو بلد بروتين اللي هو سبيشالي راح يكون الألبومين نتيجة الليفر ديزيز أو المال نيوتريشن الكوهوليزم. الكوهوليزم يعني أثر على الليفر، الليفر مثل ما تعرفوا مدمنين الكحول يعني يأثر على الكبد بشكل مو طبيعي. acutely ill patient يعني patient مرض مصاب بمرض خطير with low albumin. انتبه شوف هاي النقطة، only the bound calcium is low، فقط هذا بالأربعين بالمية الionized calcium معلي يكون remain normal شعالية. الهايبو باراثايرويديزم extreme deficiency in dietary calcium، انت شخص ما تشرب حليب. فيتامين دي deficiency مثل ما ندري اللي هو صيغة فعالة من عنده 1.25 dihydroxycholecalciferol، احفظها لازم تحفظها عيب ما يصير. المغنيسيوم deficiency مثل ما قلنا الكالسيوم، اخوه منه الكالسيوم، يمتلك نصف البوتنشال مال الكالسيوم، فأكيد نقصان الكالسيوم أيضا المغنيسيوم يؤدي إلى نقصان الكالسيوم. increase the level of phosphate مثل ما قلنا حاصل ضربهم ثابت. solubility product نقصان الكالسيوم زيادة بالفوسفيت يعطيني solubility product ثابت. pancreatitis renal failure osteomalacia racket النورمال، هاي الأرقام اللي هم حاطياكم مهمة كلش. طبعا هنا التوتال كالسيوم وهنا الفري كالسيوم اللي هو الأيونات كالسيوم، كلهم تحفظين، تحفظ بالطفل ايش قد وبالادلت ايش قد. هواي ارقام اي هواي بس حفظ، اعتقد عدى ذكر انه واحد منهم اجى، ما ذكر شنو اجى بالامتحان بس اكو واحد منهم اجى بالامتحان، فدير بالك على ما اعتقد. اليورين كالسيوم تيست، اليورين كالسيوم تيست ميجر هاو ماش كالسيوم از باست اوت، راح يمر من خلال البادي يعني من البادي ثرو ذا يورين. اليورين كالسيوم تيست may be ordered يعني ويسموها symptom of kidney stone. فانتبه عوف الكيدني ستون اللي حصل كليا، اي تقريبا اكثر الستون اللي يصير بالجسم الكالسيوم يشارك بيه، اكثرهم يشارك بين الكالسيوم. such as a sharp pain راح تحس بالحالب فد ألم رهيب باليورينيشن in the bare side or back، يعني تحسن بالخصر، اعتقد اسمه خصر البيرسن سايد اور باك اللي هو اسفل الظهر يعني شويه قبل البتوك ريجن اراوند ذا كيدني، يعني كلكم تعرفون الكيدني وين صايره. فهو دي يشرح لك الموقع البين ذات مي بي بروجريس تو لوور ان ذا ابدومين اند اور بلاد ان ذا يورين، يعني راح يكون عندك الم تدريجي تو لوور in the abdomen بأسفل البطن، وراح تلاحظ انه اكو بلد باليورين. ليش؟ بقى خلال عملية التبول انه هاي الستون اذا هي غالقة المجرى تماما فاني ما عندي حل غير انه يكون سيرجري، راح ادخل لك سيرجري. او اذا كان تمشي فهنا عندي احتمالين، تمشي بس شويه كبيره وتقريبا حسيت اقدر افتتها بيمن مثل هي تكون قويه ما تتفتت راسا بالادويه بالالترا ساوند. اكو جهاز ندخلك الترا ساوند نضربها لهاي الحصوايه وتتفتت، نقوم نعالجك بعدين بالادويه. للي دارس فيزياء طبيه اعتقد هاي المعلومه كانت موجوده.
A urinary calcium level, مستويات الكالسيوم بالبول may be affected by the same condition and disease that affect the blood level. يعني تأثر على اليورين تأثر على البلد. الميل كالكال سيندروم هو شخص from يأخذ هواي كالسيوم. راح نلاحظه بومن اولدر وومن تخاف على عظامها وراح تاخذ بكيفها ادوية على ما يصير عندها وشاشة بالعظام او مشاكل بالعظام فحتاخذ كالسيوم هواية. طبعا هذا ما يصير المفروض تاخذه بوصفة طبية. الايديوباثيك هايبر كالسيوريا يعني شلون انا اقول لك شلون يعني اليوريا هنا بمعنى يورين الكالسي بمعنى كالسيوم الهايبر زيادة الايديو ايديو مجهول باثك اعتلال يعني زيادة الكالسيوم في البول نتيجة اعتلال ايديو غير معروف او مجهول السبب. This occur when there is too much calcium in your urine for no reason اللي هو الايديو باثك باثك اعتلال ايديو مجهول اعتلال مجهول غير معروف السبب. Renal tubular acidosis من الكدني ما تقدر تسوي ميك اليورين اسيدك ناف هاي اسيد ليفل راح يكون وين موجود بالبلاد. المال قلنا يعني ديسفانكشن مال ابزوربشن ديسوردر يعني اضطرابات خلل الامتصاص فراح يكون عندي كوز الفوميتنج الدياريا because nutrient have not been properly digested ما صار فيها digested صحيح فراح ممكن يكون عندك vomiting او يصير عندك diarrhea. The amount of calcium اذرونا اذا نشرح سريع بس يعني هيك يلا نلحق. The amount of calcium in the urine of a person eating a normal diet should be شخص normal diet الكالسيوم ما تكره لازم يكون من 100 الى 250 ملغرام باليوم. الدايت اللي يكون اقل من 50 الى 150 في كالسيوم راح يكون لو ان كالسيوم راح ينتج عندي باليوم 50 الى 150 في كالسيوم وين باليوم الجمل غير مرتبة تماما فبس انت مفطر هو تحتك امتحان انا اوضح لك المعزمة انت بالنهاية انا اقول لك بايوكيمستري تساوي حفظ يعني هي مو المادة حفظ وانما هي ما لازم الكلية حفظ تقرأ خارجهم لازم الكلية تتأذى لان هم يجيبون من لازمهم فانت خرشك شيء بالملزمه لازم تكون حافظه اذا ما فاهم لو حتى لو ما فاهمه حافظه. احنا عندنا جروبات لكل المواد ما اعرف ليش مسوين هالي جروبات اذا انتم اصلا ما تسالون بيها لازم تسالون بهالي جروبات يعني ما يحتاج يعني هذا اذا مو انا رديت لك مثلا ما اقدر اثنين اكو هواي ناس مثلا واحد عنده شغل مثلا ما رد على الرساله بنفس الدقيقه راسا يروح يمسحها انت تضر مو هو الشخص هذا اللي ينظر اللي انت مراسله لان هاي الظاهرة غريبة عجيبة انا عبالي بس عند البنات اكتشفت حتى الولد هيج يعني دقيقة ما رديت عليه يمسحها. High level of calcium باليورين الهايبر كالسيوريا may lead to the formation of crystal مثل ما قلنا الستون اللي هو الكالسولي in the kidney اكثر الستون اللي يصير مشارك بها الكالسيوم 75% من الكالسيوم قصدي من الكدني ستون راح يكون بها الكالسيوم. هنا يرجع يحكي يقول لك انا راح اقيم منه الفانكشن اوف ذا كدني سواء كان وجود الستون بها او لا ماكو واحد يقيم وجود حصى بالكلى من خلال الكالسيوم نو عندنا فشي اسمه سونار كلكم تعرفون شنو سونار كلكم متعرضين الى سونار فهناك من خلال هذا الجهاز اللي هو عباره عن جهاز يشتغل بالموجات فوق الصوتي الترا ساوند موجات غير مسموعه للبشر فهاي من خلال هاي الموجات احنا راح نعرف اذا انت عندك حصى بالكلى او لا لان هو راح تعطيني تصوير راح تحط لك هيك تدهن ماده لبريكنت فد ماده لبريكنت وتحطي شيء جهاز عليك وهو يعطي صورة مقطعية. If the dietary intake of calcium is enough راح نشوف إذا أنت تأخذ كالسيوم زين ولا لا. Intestinal absorption of the calcium امتصاص الكالسيوم من قبل الأمعاء زين أو الحالات اللي يكون بها خلل بالبارثيرويد جلاند or not
الميثود ساعدنا الميثود شو تقول لك the first point that should be avoided in the assay of calcium هو تداخل يعني فد مواد أخرى مثل الزنك الكوبر الإيرون الفوسفيت السولفيت certain drugs such as sulfadiazine diazine الهيبارين aspirin chelating agents such as EDTA and fluorescent indicator calcium بس والأدنى الأوكساليت بحركز لك على شغلة الأوكساليت والEDTA هذا كلش مهم يعني المفروض بالتيست ما يستخدمون يعني تيوب يحتوي على ذني المواد يعني هذني مواد مرسبة للكالسيوم فعلى مود يعني عم لي تخثر الدم راح ترفع منه الكالسيوم وتخليه غير فعال يعني واحدة منهن ترسبة وواحدة منهن راح تخليه بصيغة غير آيونية فهذا الشيء أنا ما يناسبني فأستخدم تيوب بحظ يعني هم أكيد المحللين يعرفون يا تيوب من تكتب له يعني هو الطبيب يكتب له تحليل كالسيوم فهو يعرف لأن تحليل كالسيوم يختلف يعني شوف أسعى شوفك أكو فد يعني أشياء تسويها تأثر على الكالسيوم بقى عندنا كل برولونجد فينس أكلوجين يعني شلون من أنت حاط التورنيكت ما على اليد مال المريض فهذا الدم راح يصير عندي هيمو كونسنتريشن راح يتركز الدم بهاي المنطقه تجي انت تسحب دم من هاي المنطقه مو هذا الدم بايصار بي كونسنتريشن انت ساده ما تخلي دم يجي من هنا فهذا راح ياثر لي على التحليل او البوستشر يعني شلون ريكومبنت اللي هو وضعيه الرقود هاف رقود يعني تك جالس يعني low calcium concentration راح تعطيني تركيز منخفض للكالسيوم both factor mainly affect the protein bound fraction راح تأثر لي على الفراكشن اللي يعني اللي يكون مرتبط بالبروتين هو الألبومين بس من أنا طالب total calcium لو حتى لو قل مو هذا 40% مثل لي هذا اللي يكون bound to protein 40% لو حتى لو 60% ما تأثرت مو هاي 40% شنو نسبة قليلة هواية فراح يأثر لي البرنسبل هذا الشيء راح طبعا مهم اكو هنا في نقاط كلش مهمه ركزوا وياي انا راح احط هيدروكلوريك اسيد على مدمنه افصل الكالسيوم من البروتين يعني بلازما بروتين ما عليك بهاي الاتش دي اتش دي ال هاي وقت انطيت نبذه مختصره عن هذا بس حنحل سؤال زين التوتال كالسيوم رياكت وذ ماده اسمها اورثو كريسول فثالين الكومبلكس مالتها اختصارها او سي سي تو فورم شنو البربل كولر ما ادري اذا الالوان نزلوها لكم اكيد بالفاينل منزل كل الالوان الموجوده بكل الملازم الداخله الميديوم راح يكون الكلاين تنتبه الاشياء اللي انا مأشرها بالاصفر يعني اشياء ممكن تجي بالام سي كيو داي ايثالمين بروفايد الكلاين منو راح يزود لي الكلاين ميديوم هاي الماده داي ايثالمين منو الماده اللي راح تمنع المغنيسيوم ايون هاي الماده 8 هيدروكسي كوينولاين هي هاي الماده هي اللي راح تمنع لي تداخل المغنيسيوم لان مثل ما قلنا المغنيسيوم نصف البوتنشال مال الكالسيوم فانتبه الشده شلون راح نعرف الشده طبعا من خلال اللون كل ما كان تركيز اللون نحطه بجهاز الطيف الضوئي ما ادري شو اسمه المهم اكو في الجهاز نقيس الابزوربشن بين عينتين نقارن ونضربها فحنحل السؤال بس هذا سؤال مو على الكالسيوم HDL بوقتها هو هيك اجانا هيك سؤال بالامتحان فراح نحله اكو طلاب ما فاهمين انا بوقتها من نشرت فيديو هذا السؤال مال المختبر ما توقعت انه هاي يعني قيم مختبريا طلعها بالمختبر فمع بعض حيجيبون فمن نشرت فيديو انه انا سويت اسئله من يمي ما حطيته فهسه خلني اجي الطلاب الدور الثاني واجي طبعا ام سي كيو بالفصل الاول بس يعني ما معقول اكو واحد ما يعرف يحل كلش يعني ايزي كان بوقت انا جيت مقاري هيجي بس هم حليته على العموم يقول لك كالكوليت البلازما كونسنتريشن اوف ذا اتش دي ال فور ا بيشنت اوف ذا ابزوربنس راح يكون الامتصاص بقى انتبه الستاندرد هنا طبعا عندك القانون هذا كله سواء كالسيوم هذا القانون مختبري سواء كالسيوم مو كالسيوم هذا تشوفه دا اشر لك اني كالسيوم مو كالسيوم انا عندي هذا القانون المختبري شو يقول لك اعطان هذا الستاندرد هذا جوه باوع الستاندرد
ويقول لي اذا كان الكونسنتريشن هو 200 ملي غرام، الكونسنتريشن با حياته مال ستاندرد هو 200. زين الابزوربنس اوف ذا سامبل اوف ذا بيشنت، اللي هي السامبل او البيشنت راح تكون 0.620. راح اجي اني هاي القانون عندي شو يقول لك، يقول لك الابزوربنس للسامبل او البيشنت على الابزوربنس على الستاندرد في التركيز، هنا التركيز 200 ممكن يتغير، فتعال 0.120 هنا على 0.380 في 200. هسه انا اضربها واقسم واضرب، بالبداية نقسم 0.620 تقسيم 0.380 راح يعطيني 1.63، راح اجي راسا اضربها في 200 راح يعطيني 326. هذا الاختيار الصحيح، ايزي كلش، عليها ضغطة اجتي ام سي كيو كلش ايزي. بس شكرا.